السلام عليكم. وصلت صباح اليوم الخميس بعثة المنتخب الوطني المغربي إلى الإمارات العربية المتحدة من أجل مواجهة منتخب جورجيا مساء اليوم على ملعب نادي الشارقة بالإمارات. وتندرج هذه المباراة الودية ضمن استعداد المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر في الفترة الممتدة ما بين 20 نوفمبر إلى 18 دجنبر 2022. وجدير بالذكر أن المنتخب الوطني المغربي يتواجد في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كندا وكرواتيا وبلجيكا. نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي.